يعني مبروك على جميع المغاربه هذه المشاركه هذه المره الثانيه التوالي في كوب دي موند اللي اكبر شداوره كاينه في رياضه كره القدم. فمشكورين جميع المكونات على هذه المجهودات اللي داروا باش الكره المغربيه تطورت لهذا المستوى هذا ونلعبوا في هذا المستوى الحمد لله. فمن خلال الاجواء كيف شفت الاجواء فكتمر في اجواء اللي رائعه، اجواء اللي كتسود كي قلتي الاخوه وروح العائله. فكنتمنوا من خلال هذه الروح هذه ان شاء الله نترجموها على ارض الميدان ان شاء الله باش نحققوا واحد النتائج ايجابيه ان شاء الله ونقدروا نشرفوا الكره المغربيه ان شاء الله والمغاربه اجمعا. ومباراه صعبه تكون امام فريق كرواتي اللي وصف النسخه الاخيره كيضم واحد اللاعبين اللي بمستوى كبير. فالحمد لله يعني هادشي ما كيخلعناش كيف نقولوا ما كيأثرش علينا ان شاء الله. قد ما كتأمنا زعما نفوسنا حنا خصنا نكون ان شاء الله في داك الجورج.